الجميل في الإدارة الاتحادية الحالية أنها عزلت كامل الفريق أو عزلت كامل التحركات، يعني قاعدة تشتغل في جهة وقاعدة تواجه مصائب وتتلقى ضربات كثيرة من جهة أخرى. الآن نشوف السميري في تجديد له، لكن أنا ما أدري إيش النظام حاليا، لأنه في أحاديث كثيرة أن السميري فيه منع، أي منع من التسجيل، فصعب يتسجل، يعني ممكن هذا العقد يلغى كامل في التجديد لخالد السميري. هذا صحيح، وهذا ما ننتظر توضيحه سواء من إدارة لجنة الاحتراف أو حتى الإدارة الاتحادية. هل سيقبل عقد بالنسبة للجنة الاحتراف؟ هل سيقبل عقد خالد السميري؟ الإدارة الاتحادية هل وصلها تحديدا قرار منع بناء على قضية مونتاري أم لا؟ لأنه إحنا شفنا التأويلات وأكثر من حديث، بعض الأحاديث ذكرت إنه في منع، وبعض الأحاديث ذكرت إنه لا يعني لم يتطرق القرار لأي منع. حتى شاهدنا الأستاذ حاتم باعشن سافر خلال الفترة الماضية لإغلاق بعض القضايا. يعني بكل أمانة الأستاذ حاتم باعشن يعني يعمل ليل نهار من أجل البيت الاتحادي، يحسد الاتحاديين على شخصية حاتم باعشن وعلى رجل يقف يعني على كل القضايا التركات السابقة ومن الإدارات السابقة، ولأسبابها كثير اليوم اللي وصلوا تحزبات قتلت الاتحاديين يا أبو أحمد. نعم قتلتهم، وللأسف رغم تحقيق بطولة للاتحاد، رغم تحقيق يعني لو نشاهد الآن الاتحاد ومركز الاتحاد على مستوى الدوري، بناء يعني لو نلاحظ القضايا ما اللي عليه والمبالغ اللي عليه ما نقول هذا نادي يصل إلى هذه المرحلة، ولكن بكل أمانة وصل بسبب وقفة رجال مخلصين معه، ولكن للأسف إنهم يجدوا بعض الهجوم، يجدوا بعض التحزبات لأسباب يعني بكل أمانة لا نعلمها، يعني ما أدري، يبدو إنه في ناس يستفزها إحراز الاتحاد للبطولات، يبدو إنه في ناس يعني يستفزها إحراز الاتحاد للبطولات مع إدارات أخرى غير إدارات معينة هي تميل لها أو هي كانت تعمل معها في السابق.